التغطية مستمرة على القاهرة الإخبارية. التاسعة مساء في القاهرة، أهلا بكم ونشرة جديدة من القاهرة الإخبارية. مرحبا، أهلا بك رغدة. إلى عناوين هذه الساعة: أمام العدل الدولية، مصر تتهم إسرائيل بتغيير الديموغرافيا الفلسطينية عبر بناء المستوطنات، وتؤكد أن السلوك الإسرائيلي جعل الحياة في غزة مستحيلة. جانس يؤكد استمرار العمليات الإسرائيلية في غزة خلال شهر رمضان ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين. خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين، وزير خارجية البرازيل يقول إن الشلل الذي أصاب مجلس الأمن الدولي بشأن غزة أمر غير مقبول. بدايتنا مع الرأي الاستشاري المنظور أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاستيطان للأراضي الفلسطينية عام 67. The legality of an occupation must be assessed by reference to the UN Charter and general international law. Israel is continuing its policy of mass forcible expulsion of Palestinian civilians, all while the Security Council repeatedly fails to call for a ceasefire. طلبت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام محكمة العدل الدولية إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية طبقاً للقرارات الأممية والقوانين الدولية. وأضافت خلال مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية أن مصر ترى أن إسرائيل تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. سوف أتحدث حول هذا العنف الجاري من قبل إسرائيل والذي ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بسبب هذه الاتساع في المستوطنات المستمرة الغير قانونية. السادة أعضاء المحكمة، إن فلسطين قد تعرضت لهذا الاحتلال الطويل في هذا التاريخ الحديث، هذا الامتداد الغير قانوني وهذا الاحتلال الغير قانوني، فإن إسرائيل وهذه السياسات الخاصة ببناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس يمكن أن نرى هذا على أرض الواقع، هذا يحدث في الأراضي المحتلة. وقد أكدت مصر في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في غزة وتفرض سياسة الحصار والتجويع الممنهجين. وشددت مصر على أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليس دفاعا عن النفس، إنما هو حرب غاشمة. المزيد حول ما تضمنته المرافعة المصرية في سياق هذا العرض مع زميل همام مجاهد. تقدمت مصر إذن بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والمقدم إلى المحكمة لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة حول الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67. مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ركزت على أربعة موضوعات رئيسية، هي تأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67، واستبيان الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي، ودحض المبررات القانونية الخاصة باستخدام مبدأ الدفاع عن النفس، وأخيرا ملخص للآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية. مصر أكدت أمام محكمة العدل الدولية أن الفلسطينيين يواجهون عقابا جماعيا على مدار 75 عاما قامت فيها إسرائيل بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم والاستيلاء على منازلهم وأراضيهم في انتهاك صارخ
للقانون الدولي. مصر أكدت أيضا أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو أمر غير قانوني، كما أن هناك أدلة تؤكد أن إسرائيل تتعمد إحداث تغييرات ديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكدت مصر أيضا أن سلطة الاحتلال لديها نية واضحة لعزل فلسطين وتقويض السلطات الخاصة بها، كما أكدت مصر أنها قدمت طلبا لإقرار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. مصر أيضا أوضحت كذلك أمام محكمة العدل الدولية أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليس دفاعا عن النفس، وإنما هي حرب غاشمة تسببت في استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وقامت بتهجير قسري لأكثر من 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع. تطرقت مصر في هذه المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، تطرقت إلى أن إسرائيل تنتهك مبادئ القانون الدولي في العدوان العسكري الذي تمارسه على قطاع غزة. مصر أكدت أن إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر إلى القطاع، حيث تتعمد فرض سياسة الحصار والتجويع بحق سكان غزة. كما أكدت مصر كذلك أمام محكمة العدل الدولية أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية هو جريمة بحق الإنسانية. أوضحت مصر في كلمتها أمام المحكمة أنه لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية، وأن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. إذن هو تحرك مصري جديد لفضح الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والممتدة منذ 75 عاما، في ظل مطالبات عربية ودولية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لأحكام القانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني. قال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل، وأكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي تصريحاته للقاهرة الإخبارية أضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن إسرائيل تمارس عمليات تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم. الانتهاكات شديدة للغاية، عمليات تهجير الفلسطينيين خارج أماكن سكنهم واستهداف أن يتم تهجيرهم خارج أراضيهم، عمليات السلب والهدم للمنازل سواء في غزة أو في قطاع أو في القطاع أو في الضفة الغربية، أيضا عمليات القصف العشوائي ضد المدنيين وسياسات العقاب الجماعي، يعني كل هذا مهم للغاية لأنه بيوضح السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف الشعب الفلسطيني الذي هو بالأساس شعب يقع تحت الاحتلال. قال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة أن مصر رفعت صوت الحق الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية. وفي حديثه للقاهرة الإخبارية أضاف أنه الوقت قد حان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. تحية الشقيقة العزيزة العظيمة مصر التي ترفع صوت الحق الفلسطيني اليوم أمام العدالة الدولية التي كادت تتلاشى أمام صمت المنظومة الدولية على مجازر وجرائم الاحتلال بحق شعبنا. اليوم مصر والإمارات، وبالأمس تحدثت فلسطين، ومصر تقف على رأس 52 دولة ستترافع أمام محكمة العدل الدولية إلى جانب مؤسسات كبيرة في هذا العالم منها جامعة الدول العربية. اليوم هذا الاحتلال يحاصر أكثر فأكثر، اليوم هذا الاحتلال يقف في قفص الاتهام للمرة الأولى في تاريخ الاحتلال الذي اعتاد فيه أن يكون فوق القانون وخارج إطار ومربع المساءلة. ومن جانبه أكدت ممثلة وفد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية لانا نسيبة ثقتها بامتلاك المحكمة أدلة واضحة على الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. خلال مرافعتها أمام المحكمة قالت إن الشعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانية تجاوزت الحدود وسط خسائر مدنية فادحة. أضافت أن 45% من سكان قطاع غزة باتوا نازحين. نحن ننظر اليوم في هذه الأفعال التي تجاوزت كل الأمور على مدار 4 أشهر، وفلتت إسرائيل من العقاب أكثر مرة، وفشل مجلس الأمن في حصول على وقف إطلاق النار، وبينما يستمر الكيان الإسرائيلي في هذا العقاب الممنهج والاستمرار في معاناة الفلسطينيين
فإنما كشفت عنه الأربعة أشهر السابقة من تدمير في قطاع غزة. ومن هذا القمع في الضفة الغربية يقود ويؤكد ويبرز أهمية حل دولتين. في هذا السياق لتلك الحقائق فإن الرأي الاستشاري من المحكمة هو ليس فقط مهما ولكنه أيضا عاجل وضروري. حوالي 75% من سكان غزة قد نزحوا. وأيضا لقد شاهدنا هذه الخطة بشأن النزوح والتوجه نحو رفح. أي حوالي 51 مليون شخص قد اتخذوا رفح كملجأ ولا يوجد مكان آخر للذهاب إليه. في السياق ذاته قال ممثل الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية ريتشارد فيسك إن إنهاء الأوضاع المأساوية الحالية في قطاع غزة لن يتحقق إلا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وفق زعمه. وشدد ممثل الوفد الأمريكي على ضرورة انتهاج المسارات السلمية من أجل العمل على تحقيق حل الدولتين. هذه القرارات الفرعية التي تدعو إلى تأسيس ووجود هذه الشروط الأهم نحو السلام الدائم، أولا هو انسحاب هذه القوات من الأراضي المحتلة، وأيضا الاعتراف بالسيادة والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة. قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن مداخلة الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية تؤكد ضعف الموقف الأمريكي. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن المداخلة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية انطوت على أبعاد سياسية وليست قانونية. الجانب الأمريكي قد يأتي بأي جديد، ولكن واضح تماما بأنه محكوم بالموقف الذي تم كتابته منذ اليوم الأول، وما هو مطلوب هو إعادة وتكرار هذا الكلام مرة ومرات. واضح أن الاعتبارات هي اعتبارات سياسية أكثر منها اعتبارات قانونية. واضح بأنهم يريدون أن يعيدوا الملف حيث لديهم القدرة على التأثير والنفوذ، وواضح بأن هذا يعكس أيضا قلقا من قبل الإدارة الأمريكية حول مجريات هذه المرافعات، وهذا شيء مشجع. وقد أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على مجمل التطورات الفلسطينية. جاء ذلك على هامش المشاركة في المرافعات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. وخلال اللقاء استعرض المالكي جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة. قراءة تحليلية حول هذا اليوم من أيام تقديم المرافعات الشفهية أمام محكمة العدل الدولي، نتحول بها إلى الزميلة أميمة تمام. شكرا لك أحمد، شكرا لك رغدة. للمزيد من المتابعة إذن مشاهدينا ينضم إلي من رام الله الدكتور محمد الشرالدة وزير العدل الفلسطيني. مرحبا بك سعادة الوزير. إذن إفادات متعددة من أطراف عدة في مجملها كانت داعمة للقضية الفلسطينية، داعمة لمتطلبات هذه المرحلة من إيقاف هذه الحرب، من إنفاذ المساعدات، وأيضا إقامة الدولة الفلسطينية. في مجمل المشهد اليوم، كيف تقيم ما شاهدناه، وكيف أيضا تبعث برسالة من الجانب الفلسطيني، وخاصة في عقب الكلمة التي أشار إليها وأدلى بها السيد وزير الخارجية الفلسطيني على هامش المحاكمة، والتي أفاد فيها بأن الموقف الأمريكي ذو صبغة قانونية أو سياسية أكثر منها قانونية؟ نعم، يعني في هذه الأيام يعني دولة فلسطين والشعب الفلسطيني يخوضون معارك قضائية وقانونية أمام ساحة العدل الدولية. هناك معركة قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومعركة قانونية أمام محكمة العدل الدولية ممثلة في الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا. وكذلك اليوم نشهد مرافعات قانونية شفوية حول المسألة القانونية التي طلبتها الجمعية العامة من الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال طويل الأمد. وأنا أقول أن يعني
قريبا سيصدر الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية، وهذا الرأي الاستشاري يمثل قوة قانونية دولية لأنه يشكل حجة للقانون الدولي والدول والمنظمات الدولية، وبالتالي هذا الرأي الاستشاري يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا تفوق القيمة القانونية للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، لأنه الحكم القضائي يلزم دولتين فقط في حال نزاع ما بين دولتين أو أكثر، بينما الرأي الاستشاري هو طلب أساسا يمثل إرادة المجتمع الدولي، يمثل 193 دولة، من هنا تكمن أهمية تنفيذه وتطبيقه مستقبلا بغض النظر صدر عام 2004 الرأي الاستشاري، ولكن هذا عجز وفشل في هيئة الأمم المتحدة ممثلة، يعني في السبب في عجز وفشل وإخفاق مجلس الأمن في المحافظة على الأمن والسلم في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعني قبل استخدمت حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار من قبل الجزائر، وبالتالي حق النقض الفيتو يعني هو إهدار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والذي ظهر من خلال المرافعات وخاصة المرافعة القانونية الهامة التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية أمام محكمة العدل الدولية، والتي ركزت على العديد من المبادئ والقواعد القانونية الدولية، ومنها قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن ومبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وركزت بشكل أساسي على الأبعاد القانونية للقضية الفلسطينية في بعدها الاحتلال طويل الأمد، حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني، إقامة الدولتين، والوصول إلى الحماية القانونية للأماكن الدينية في مدينة القدس وفي الأرض الفلسطينية المحتلة. وبالتالي يعني هذه المرافعات تتمتع بقيمة قانونية هامة جدا، لأنها تعد توثيقا للانتهاكات الإسرائيلية، والرأي الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية هو هزيمة وصفعة قانونية لنظريات السلطة القائمة بالاحتلال تحت بند الدفاع الشرعي أو الضرورة العسكرية والأمنية. والفتوى يعني ناقشت وتناقش كافة جوانب القضية الفلسطينية، وبالتالي الفتوى تعتبر توثيقا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعد سندا قانونيا في أيدي الفلسطينيين في أي مفاوضات مستقبلية أو أي حل سلمي، لأنه في نهاية المطاف نحن نستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بينما إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تستند إلى الأكاذيب والأسانيد السياسية والتي لا تأخذ بها محكمة العدل الدولية. نعم، طيب دكتور محمد، هذه المرافعات كما ذكرت حضرتك الآن تتمتع بقيمة قانونية شديدة، تحدثت أيضا عن أن الرأي الاستشاري الذي سوف يصدر هو ذو قيمة شديدة جدا، وهل يكتسب هذه القيمة من أنه واجب النفاذ أم ماذا؟ أم سوف نعود إلى ما ذكرنا في أعقاب أيضا الدعوة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا في أن هذه المحاكمة سوف يكون لها آثار من نوع خاص، حتى لو كانت في الآخر نتيجة هذه المحاكمات أو القرارات والتوصيات التي سوف تصدر عنها والأحكام ليست ملزمة بأنها سوف تضع إسرائيل في موقف أمام العالم ليراها العالم كما هي عليه في هذه المرحلة، من حيث الإبادة الجماعية، من حيث انتهاك حقوق الإنسان بشكل أصبح فج وصارخ للغاية، أم ماذا؟ يعني بداية المحكمة العدل الدولية لها اختصاصان، الاختصاص الأول هو اختصاص قضائي، وهو عبارة عن نزاع أو خلاف ما بين دولتين أو أكثر، والحكم الذي يصدر عن محكمة العدل الدولية يعتبر ملزما من الناحية القانونية، وفي حال الدولة لم تلتزم بتطبيق هذا الحكم القضائي من حق الدولة أن تذهب إلى مجلس الأمن وترفع شكوى أو قضية أمام مجلس الأمن، ومجلس الأمن يتخذ توصياته أو قراراته أو ما يسمى بتدابير المنع والقصر، وإذا أخل مجلس الأمن أو استخدم حق النقض الفيتو يحق له الرجوع إلى الجمعية العامة. هذه هي الإجراءات القانونية، وأنا هنا أقول بأنه يعني سواء ما يصدر عن محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا حول اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، هي في الأساس صدرت تدابير مؤقتة، وإسرائيل ملزمة خلال أيام ستتقدم بتقرير حول مدى التزامها بالتدابير المؤقتة، وهذا يقع على عاتق
دول العالم، يعني اتفاقية منع جريمة الإبادة تلزم كافة الدول الأطراف المصادقة على هذه الاتفاقية بملاحقة ومساءلة من ارتكب جريمة الإبادة الجماعية، وبالتالي هذه إشكالية في القانون الدولي. أنا أقول في حال إسرائيل لم تلتزم من حق أن تعطى صلاحيات إضافية الجمعية العامة لأنها تمثل إرادة المجتمع الدولي، بمعنى إذا فشل أو عجز أو أخفق مجلس الأمن أو استخدم حق النقض الفيتو بشكل تعسفي ضد أي قضية تهدد الأمن والسلم في العالم فمن حق الجمعية العامة. وهناك اتخذت العديد من القرارات في أزمة السويس عام 56 وفي الحرب الكورية وأزمة الكونغو، وبالتالي هذا هو القانون الدولي اليوم. وبالتالي أنا لا أقلل من القيمة القانونية للرأي الاستشاري أو للتدابير المؤقتة التي صدرت في محكمة العدل الدولية، وننتظر كذلك بناء على هذه الوثائق والأدلة والإثباتات والمرافعات من قبل الدول وعلى رأسها مصر وكافة دول العالم أن يتقدم أو أن يسرع المدعي العام السيد كريم خان كذلك بإصدار مذكرات قبض وتلطيف بحق مقترفي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية من أجل وصولهم أمام القضاء الجنائي الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية. نعم مفهوم، شكرا جزيلا لك، كنت معي من رام الله الدكتور محمد الشلال ده وزير العدل الفلسطيني، شكرا لحضرتك يا فندم. والآن مشاهدينا هذه عودة إلى الزملاء أحمد أبو زيد ورغدة منير لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة. إليك رغدة. شكرا جزيلا لك يا أمي. نبقى في السياق، حيث أكد ممثل فرنسا أمام محكمة العدل الدولية أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير لم يعد قضية قابلة للنقاش، وأن المحكمة أكدت على هذا الحق في قرارها عام 2004. جاء ذلك في إطار المداخلة التي قدمها في الجلسة العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وأوضح ممثل فرنسا أن استمرار الاحتلال في بناء المستوطنات يقوض إقامة دولة فلسطينية، كما شدد على دعم بلاده الثابت لحل الدولتين بما يضمن تطلعات الفلسطينيين نحو إقامة دولتهم المستقلة. بدوره أكد ممثل روسيا في محكمة العدل الدولية أن ثمة انتهاكات من إسرائيل للقانون الدولي وأن الاحتلال يرفض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وأضاف ممثل روسيا خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية أن أحداث 7 أكتوبر لا تبرر العقاب الجماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، وأن مستوى العنف قد وصل إلى مستوى كارثي غير مسبوق، وطالب بإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. الآن نتحول إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا كثيفا على المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. في المقابل أعلنت فصائل فلسطينية أنها قصفت تجمعا لآليات وجنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل وحققت إصابات مباشرة. كما أعلنت الفصائل استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال وسط حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة بقذائف الهاون من عيار 60 مليمتر. استشهد 6 فلسطينيين من جراء إطلاق دبابات الاحتلال الإسرائيلي قذائف تجاه نازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال شنت قصفا مدفعيا على المنطقة بأكملها
بالتزامن مع توغل للقوات الإسرائيلية قرب الميناء، كما قصفت قوات الاحتلال الطريق الواصلة بين خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس إن هناك مؤشرات أولية على اتفاق جديد محتمل بشأن المحتجزين في قطاع غزة. وأضاف جانتس خلال مؤتمر صحفي إنه دون اتفاق جديد حول الأسرى سوف تواصل إسرائيل عملياتها خلال شهر رمضان، كما أوضح أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية ستبدأ بعد إجلاء المدنيين من المكان، مشيرا إلى أن مهمة العملية العسكرية في غزة لا تهدف إلى السيطرة المدنية فقط على القطاع، بل تهدف إلى السيطرة الأمنية الكاملة. من جديد نتحول إلى الزميلة أميمة تمام في هذه الوقفة التحليلية. من جديد أميمة تفضل. شكرا لك راغدة، شكرا لك أحمد. أنتقل الآن إلى القدس المحتلة ومراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، أطلعينا على الوضع ميدانيا لديك، وما هي آخر المستجدات خاصة في عقاب تصريحات جانس منذ قليل؟ نعم، بعد التحية أميمة، صحيح كان هنالك تصريحات لوزير الحرب في كابينيت الحرب وفي حكومة الطوارئ بني جانتس الذي استهل هذا التصريح وبدأ الحديث عن المساعدات والإغاثات الإنسانية، وخاصة في ظل هذه الظروف التي تواجه إسرائيل انتقادات دولية حادة سواء من الإدارة الأمريكية أو حتى من كل رؤساء دول العالم الغربي وحتى العربي بأن إسرائيل تعرقل إدخال هذه المساعدات. وكما ذكر نتنياهو بأنه سيسمح فقط للحد الأدنى من المساعدات والإغاثات الإنسانية من الدخول إلى القطاع، بل أصدرت مقاطع الفيديو، وهذا ما أكدته مواثيق وتحقيقات لجمعيات أممية متحدة، بأن هنالك كان بالفعل استهداف للمدنيين والنازحين أثناء محاولتهم الحصول على هذه المساعدات الإنسانية. خرج بني جانتس ليبرر هذا الفعل الإسرائيلي، قوله بأن هنالك بعض المعلومات الاستخباراتية التي توضح بأن هنالك لربما بعض المساعدات التي تذهب إلى قادة حركة حماس أو للنشطاء في حركة حماس، لذلك يصر الجانب الإسرائيلي على التأكد من عدم تسلم قادة حركة حماس أو الناشطين في فصائل المقاومة الفلسطينية أي هذه مساعدات. كذلك الحال لوح في اجتياح بري لرفح، وعلى الرغم من تصريحات سابقة لبني جانتس الذي قال فيها بأن سلم أولويات الحرب يجب أن تكون هي ملف المحتجزين، ولكنه اليوم يمشي داخل السرب مع بنيامين نتنياهو ويؤف جالنت اللذان يران بأن مزيد من الضغط العسكري على حركة حماس قد يولد انفراجات سياسية فيما يتعلق في صفقة تبادل جديدة، وهذا ما لوح فيه بأنه مقابل عدم إتمام صفقة تبادل جديدة تقضي بإطلاق سراح المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، سيكون هنالك اجتياح بري لرفح حتى وإن كان هنالك شهر رمضان، على الرغم من أن التقديرات العسكرية الإسرائيلية تقول أن أي تحرك عسكري بري في رفح لن يتم قبل منتصف شهر أبريل نيسان القادم، وذلك بسبب عدم جهوزية الجيش الإسرائيلي وبأنها تحتاج إلى خطة عملية يوافق عليها من المستوى السياسي ويتم إجلاء النازحين من هناك. اللافت سريعا أميمة اليوم حديث وسائل الإعلام الإسرائيلية والقناة 12 عن أن هنالك يعني يلوح في الأفق إلى صفقة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين هناك، ولربما هذا نستطيع أن يتماهى مع مباحثات جدية في إسرائيل بإنعقاد مباحثات في باريس مرة ثانية بمشاركة وضغوط أمريكية مصرية قطرية. لا. وبأن كأن وسائل الإعلام الإسرائيلية وعلى رأس القناة 12 العبرية تقول أن أمريكا أخذت الضوء الأخضر. إذن هناك أحاديث دانا عن صفقة أخرى في وسائل الإعلام العبرية، سوف نتطرق لهذا الأمر في مداخلة أخرى مع ضيفنا المحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك، كنت معي من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. وينضم إلي من القدس المحتلة الدكتور علي الأعور الخبير في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك الدكتور. دكتور، إذن هناك أحاديث كانت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية تتحدث عنها الآن في الإذاعة الإسرائيلية وسائل الإعلام الإسرائيلية حول مبادرة أخرى وصفقة أخرى يتم الإعداد لها في باريس، لا نعلم إن كانت هذه جدية أم لا.
هناك أيضا مرافعات أمام محكمة العدل الدولية، وهناك أمامنا أيضا أحداث ميدانية دامية في قطاع غزة، سياسة عقاب جماعي، تجويع جماعي أيضا وما إلى ذلك، وتصريحات بيني جانس بأنه سوف يستمرون في هذه الحرب، واجتياح رفح في شهر رمضان المعظم، وأيضا ما يتعلق بعدم إقامة الدولة الفلسطينية والتراجع عن قرارات الشرعية الدولية. إليك دكتور. نعم أميمة، بعد التحية لك وتحياتي إلى السادة المشاهدين من القدس المحتلة. دعينا نبدأ بصحيفة دوات أحرنوت، وهي الصحيفة المقربة من نتنياهو والمقربة من اليمين الإسرائيلي. أشارت للتو بخبر عاجل بأن هناك ربما تقدم ملموس في نحو صفقة تبادل الأسرى ونحو مفاوضات جديدة في باريس. واعتمدت الصحيفة على أن حركة حماس في الداخل أي في قطاع غزة قد أوعزت إلى حركة حماس في الخارج أو قيادة حماس في الخارج بتقديم تنازلات فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الأمنيين الذين طالبت بهم حماس من قبل، بمعنى أن حماس أصبحت أكثر مرونة وقدمت تنازل مهم جدا في هذا السياق، وهذا ما كانت تطلبه إسرائيل ونتنياهو. ولكن الأحداث تتصارع وتطورات تتصارع، فمن جهة اليوم الكنيست الإسرائيلي صوت ضد قرار إقامة دولة فلسطينية مستقلة أو ضد الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وبني جانس مرة أخرى يذهب إلى اليمين ويذهب إلى بن غفير وإلى سموتريتش وإلى نتنياهو في الوقت الذي كان يطالب بصفقة تبادل أسرى مع المعارضة يائير لبيد. اليوم بني جانس ذهب كليا إلى نتنياهو وقال سوف نتجه إلى رفح والحرب مستمرة وسوف نعمل على اجتياح رفح، ولم يكتفي بذلك بل قال سنقيم إدارة عسكرية إسرائيلية، أي عودة قطاع غزة إلى الحكم العسكري الإسرائيلي وإلى إقامة إدارة عسكرية في قطاع غزة، ولم يعد يتحدث لا عن سلطة فلسطينية ولا عن فلسطينيين ولا عن حتى أي أفق سياسي قادم. نعم دكتور. الكل الآن في إسرائيل يتجه نحو الخيار العسكري والحسم العسكري، ولكن ماذا عن 134 أسير إسرائيلي إذا أرادوا صفقة تبادل أسرى سيعودوا أحياء إلى تل أبيب؟ نعم. وإذا انتقلوا إلى الخيار العسكري سيعودوا إلى في توابيت إلى تل أبيب كما أشار رئيس الموساد السابق يوسي كوهن. نعم، على ما يبدو دكتور بأن يعني ما يتعلق بالمحتجزين الإسرائيليين هو يعني أمر لا يهم الحكومة الإسرائيلية إلى الحد أو الدرجة التي تجعلها تبذل أي جهد من أجل حالة هذه الأوضاع المتعثرة ومن أجل أيضا الانفتاح على أي أفق سياسي. نعم، لأن نتنياهو قرأ الشارع الإسرائيلي جيدا، قرأ الجمهور الإسرائيلي وقال أن المظاهرات التي خرجت في شارع كابلان وشارع أيالون وفي قيصاريا والقدس الغربية هي غير كافية، ويعتقد أن الجمهور الإسرائيلي ربما غالبية الجمهور الإسرائيلي مع ضرب غزة وقتل غزة وتجويع غزة وتدمير غزة، وبالتالي أخذ نتنياهو هذا القرار بالحسم العسكري. نعم، لم تعد قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس على رأس أولويات نتنياهو وحتى على رأس مجلس الحرب، يعني بيني جانس تنازل عن هذه القضية وانضم إلى نتنياهو وبن غفير، واليوم يتحدثون عن منع المصلين في شهر رمضان المبارك من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك والدخول للصلاة في شهر رمضان. يعني تخيل إلى أين وصل مستوى الخطاب الإسرائيلي اليميني المتطرف إلى درجة منع المسلمين من الوصول إلى مكانهم المقدس. نعم. المسجد الأقصى المبارك، وهذا ما حذرت منه أطراف إسرائيلية كثيرة حقيقة، وخاصة المعارضة في الحكومة الإسرائيلية نظرا لما سيكون له من تبعات في شهر رمضان المعظم كبيرة جدا في الضفة الغربية. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من القدس المحتلة الدكتور علي الأعور الخبير في الشأن الإسرائيلي. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة من شأنها أن تحقق مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين، وأشارت إلى أنها تحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان المعظم. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال إن واشنطن تسعى لعقد اتفاق دائم يحقق السلام للطرفين ويضمن أمن إسرائيل، كما أنها تتواصل مع الأمم المتحدة ودول أخرى لضمان عدم انقطاع عمل وكالة غوث وتشغيل لاجئين نوروا في قطاع غزة، وشدد على أن الوضع الإنساني في غزة صعب للغاية وأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تحسينه.
والآن ينضم إلي من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية ليطلعنا على المزيد حول هذا الموضوع وهذه التصريحات. هل تعد تصريحات إيجابية وفارقة رامي أم أنها تصريحات كسابقتها تصرح بها الإدارة الأمريكية ثم في اليوم التالي نرى تصريحات مناقضة لها؟ مرحبا أميمة. يعني هي في النهاية لا تحمل جديدا أو الكثير من الأمور الجديدة في بالنسبة للموقف الأمريكي تجاه ما يحدث الآن في غزة. مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة وأن يكون هناك دولة فلسطينية بجوار إسرائيل يعيشان في سلام وهذا هو حل الدولتين من وجهة النظر الأمريكية، فهذه أمور تحدثت فيها الولايات المتحدة بل ربما بتركيز أكبر خلال الفترة الماضية، وأصبح هذا جزء أو أحد أهم معايير حل الصراع في الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة وأحد خطوات الخطة الأمريكية لحل هذا النزاع من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، وهو الأمر الذي يواجه عنادا كبيرا ورفضا من جانب إسرائيل، وهذا يصنع فجوة في الحقيقة ما بين الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية الحالية والحكومة الإسرائيلية حكومة بنيامين نتنياهو. ربما هذا يعد تكرارا لهذا الأمر الإيجابي. أما مسألة اتفاق الهدنة ففي الحقيقة هناك حديث عن اتفاق وشيك بالنسبة للهدنة، هناك اجتماعات في من القاهرة. هي أطراف الاتفاق هناك حديث رامي؟ من جانب المتحدث من هي أطراف الاتفاق؟ كما هو معروف وكما قال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في المؤتمر الصحفي اليوم، إن الولايات المتحدة منخرطون مع مصر وقطر وأيضا إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة للإفراج عن المحتجزين في غزة بالإضافة إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية. هذه المرة ربما وصلوا إلى مرحلة جيدة جعلت المتحدث باسم الخارجية يصرح بأنه من الممكن بالفعل التوصل إلى اتفاق بعدما رفضت إسرائيل كما نعلم في الفترة الأخيرة الاتفاق الأخير عندما كان بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يزور المنطقة وأعلنت إسرائيل رفضها لشروط حماس التي وضعتها على الاتفاق، ولكن هذه المرة هناك تفاؤل أمريكي بقرب الوصول إلى اتفاق، ولكن نعلم في النهاية أنه لن يكون هناك اتفاق إلا إذا وافقت إسرائيل وقبلت بشروط الاتفاق وقبلت بالشروط التي تضعها حماس، وهذا ما أعتقد أننا سنشهده خلال الفترة المقبلة. نعم، سوف تتبين الأمور والمشهد سوف يكون جليا أكثر من ذلك. شكرا جزيلا لك، كنت معي من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك. وهذه عودة مشاهدينا إلى الزملاء أحمد أبو زيد ورغدة منير لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة. إليكما، تفضل أحمد. انطلقت اليوم في البرازيل فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول العشرين والتي تعقد على مدار يومين. وأوضح وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا أن الشلل الذي أصاب مجلس الأمن بشأن غزة أمر غير مقبول، وقال فييرا أن عدم قدرة مجلس الأمن للمرة الثالثة على التوصل لقرار بوقف إطلاق النار أمر مؤسف ويدفع باستمرار عمليات القتل في حق المدنيين في غزة. هذا وتتصدر التطورات في قطاع غزة إلى جانب عدد من الملفات الأخرى مناقشات القمة. وعلى هامش مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية العشرين، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره البرازيلي جهود وقف الحرب في قطاع غزة. وفي السياق ذاته شدد الوزير المصري على الضرورة الملحة لتفعيل عمل الآلية الأممية لتسهيل ومراقبة وتنسيق عملية إدخال المساعدات إلى القطاع بصورة مستدامة. أشاد الوزير سامح شكري بالموقف البرازيلي الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا استمرار مصر في اتصالاتها وجهودها مع الأطراف المعنية من أجل وقف الحرب. كما بحث الوزيران تداعيات فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار، حيث أكد وزير الخارجية المصري ضرورة اطلاع الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية.
كما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية تبني نهج موضوعي في التعامل مع الحرب على قطاع غزة بعيدا عن التحيز المطلق لإسرائيل. كذلك دعا شكري إلى السعي نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بما في ذلك ما يتعلق بدعم نشاط منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. تصريحات شكري جاءت خلال لقاءاته مع كل من وزيرة خارجية بوليفيا ووزير خارجية أوروغواي. وخلال اللقاء أعرب شكري عن تقديره لمواقف بوليفيا الرافضة لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات. كذلك أعرب عن إشادته بمواقف أوروغواي الداعمة للقضية الفلسطينية. أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا اتفاقه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية. وخلال محادثات مشتركة بينهما على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة الـ20 والتي تستضيفها البرازيل، أكد الرئيس البرازيلي على الحاجة الملحة لإنهاء الصراع في قطاع غزة وفي أوكرانيا مع أهمية تعزيز جهود السلام لإنهاء الحربين. أعلنت الحكومة البريطانية أن بريطانيا والأردن قامتا بإسقاط جوي للمساعدات إلى مستشفى تل الهوى في شمال قطاع غزة. وأضافت الحكومة البريطانية أنه تم توفير 4 أطنان من الإمدادات الحيوية في عملية الإنزال الجوي على القطاع بما في ذلك الأدوية والوقود والأغذية للمرضى والموظفين في المستشفى. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجماته على بلدات بالجنوب اللبناني واستهدف خلال الساعات الماضية بلدة الخيام. كان جيش الاحتلال قد قال إنه قصف ما قال إنها 3 مراكز قيادية عملياتية لحزب الله في عيت الشعب والظهيرة جنوبي لبنان. كما تجدد القصف الإسرائيلي المدفعي على بلدات طير حرفة والجبين وعلم الشعب. وقد قتلت سيدة لبنانية وأصيبت طفلتها بجروح خطيرة ظهر اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مجدلزون. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية باستهداف قيادي إيراني في قصف إسرائيلي على حي كفرسوسة السكني في العاصمة السورية دمشق. ومن جانبه أعلنت وسائل إعلام سورية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في عدوان إسرائيلي استهدف العاصمة السورية. أعلنت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن انفجار وميض في جنوب البحر الأحمر على بعد 40 ميلا بحريا إلى الغرب من مدينة الحديدة اليمنية. أكدت الوكالة في مذكرتها الاستشارية سلامة السفن والطواقم في محيط الانفجار، وقالت في وقت سابق أنها تلقت تقريرا عن نشاط متزايد للطائرات المسيرة على بعد نحو 40 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، حيث يهاجم الحوثيون سفن الشحن احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. قال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للشرق أفريقيا مايكل دانفورد إن نحو 95% من السودانيين يعانون من ارتفاع في معدلات الجوع وسوء التغذية. وأضاف دانفورد أن الصراع خلق أكبر أزمة نزوح في العالم، مشيرا إلى عدم وجود أي علامات على تباطؤ فرار الأسر عبر الحدود بعد مرور ما يقرب من عام على الحرب. ونبه إلى أن الأطفال والنساء الذين يعبرون إلى جنوب السودان أو تشاد يعانون من الجوع وبلا أي موارد. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو يانس سولتنبرغ أن انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا يظهر مدى تعقيد الوضع في ساحة المعركة وفق تعبيره. واعتبر ستولتنبرغ أنه بالرغم من تجاوز الأوكرانيين كل التوقعات فإن حلف شمال الأطلسي سيواصل دعم أوكرانيا حتى تستعيد كامل أراضيها. وأضاف أمين عام الحلف أن أوكرانيا عليها أن تتنبه لما تخطط له روسيا في ساحة القتال خلال الفترة المقبلة.
أكدت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي أن أكثر من 1 مليون أوكراني وصلوا حتى الآن إلى ألمانيا للفرار من الحرب الروسية في أوكرانيا. وأضافت خلال قيامها مع وزيرة الداخلية الألمانية بزيارة مركز وصول للاجئين الأوكرانيين في مطار تيجل السابق في برلين، أضافت أن التزام أوروبا الأخلاقي يتمثل في ضمان قدرة الأوكرانيين على العودة إلى بلد آمن لإعادة بناء بلادهم. ومن جانبه أكدت وزيرة الداخلية الألمانية أن برلين كانت نقطة وصول رئيسية للاجئين، حيث وصل نحو 15 ألف أوكراني يوميا في عام 2022. أعلنت شركة شيل العالمية تطلعها لتعزيز أعمالها في مصر، وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة إن الشركة تتطلع للحصول على مناطق امتياز جديدة لتحقيق اكتشافات وتعزيز إنتاجها خلال الفترة المقبلة. وأكدت الشركة أن هناك ثقة في قطاع البترول المصري، إذ يتمتع بفرص جاذبة للاستثمارات. وذكرت الشركة أن هناك تعاونا مثمرا مع شركة إيجاس والشركاء إني وبتروناس للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن الوضع الاقتصادي في ألمانيا صعب ويمثل تحديا كبيرا. وأضاف هابيك في مؤتمر صحفي لعرض التقرير الاقتصادي السنوي، وقد خفضت برلين توقعاتها لنمو الاقتصادي العام المقبل، بينما تتوقع تحسنا في مؤشرات التضخم الحالية. الوضع الاقتصادي صعب للغاية، يجب علينا أن نفعل المزيد، ويتعين علينا تعزيز الإصلاحات لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني في بيئة عالمية مختلفة تماما عما سبق، ولا بد أن يتم ذلك من خلال نهج واضح وخطوات ملموسة. إن أكبر مشكلة أمامنا خلال السنوات المقبلة هي الفجوة بين العرض والطلب في القوة العاملة، وخاصة في العمالة الماهرة. أعتقد بالفعل أنه في ظل العالم الذي نعيش فيه، من مصلحتنا الدخول في شراكات تجارية والتأسيس لمناطق حرة. بالنظر إلى المستقبل نرى علامات على أن الأوضاع يمكن أن تتحسن مرة أخرى بدعم من الاستهلاك الخاص. انخفض استهلاك الغاز في أوروبا العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 10 سنوات، لكن القارة لا تزال تستورد الغاز الطبيعي المسال الروسي. وقد سجل الطلب الأوروبي على الغاز نحو 452 مليار متر مكعب، أي أقل من استهلاك عام 2014، والذي بلغ ما يزيد على 470 مليار متر مكعب. وقد تأثر الطلب الأوروبي على الغاز نتيجة تكثيف الدول تدابير كفاءة الطاقة، إلى جانب تعزيز الاعتماد على أنماط الطاقة المتجددة. إلى تركيا، التي هبطت عملتها الليرة إلى مستوى قياسي جديد عند 31 ليرة مقابل الدولار، لتوصل انخفاضا أدى إلى خسارتها نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام الماضي. ولمست العملة التركية المستوى المنخفض الجديد لتصل خسائرها خلال 2024 إلى ما يقرب من 5%. كشفت تقارير صحفية عن استعداد المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ لتدريب برشلونة بداية من الصيف المقبل، وذلك بعدما أعلن الفريق الألماني نهاية رحلة توخيل مع النادي في الصيف، في الوقت الذي يبحث فيه برشلونة عن مدرب جديد يخلف المدير الفني الحالي تشافي هيرنانديز، والذي سيرحل هو الآخر الصيف. وكشفت التقارير الألمانية عن رغبة توخيل في تدريب برشلونة، حيث ظل لسنوات يحلل أسلوب لعب الفريق الكتالوني وأبدى إعجابا به، وأشاد بعقلية لاعبين الإسبان.
نفى ماركوسيك وكيل الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول تدريبه لأي فريق أو منتخب في الصيف المقبل. كان كلوب قد أعلن رحيله عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الحالي، مما جعله مطلوبا في عدة أندية كبرى بأوروبا مثل برشلونة وبايرن ميونخ. عن ذلك حسم كوسيك الأمر بقوله إن المدير الفني الحالي لليفربول لن يكون متاحا في الصيف لأي ناد أو منتخب، وإن موقف كلوب لن يتغير وسيأخذ أجازة للراحة لمدة عام. بات الدولي الإنجليزي لوك شو ظهير أيسر نادي مانشستر يونايتد مهددا بالغياب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة الجديدة، وذلك بعد تعرضه لسلسلة إصابات متكررة في ساقه، إذ تبدو المخاوف كبيرة بشأن احتمالية تغيبه لنهاية الموسم، ما قد يشكل ضربة قوية ليونايتد وكذلك للمنتخب الإنجليزي الذي يستعد لأمم أوروبا 2024 في الصيف. وأوضحت التقارير أن شو لم يتمكن من المشاركة أمام لوتن تاون مؤخرا، وخرج بين شوطي مباراة أستون فيلا التي سبقتها، وشوهد وهو بحالة غير جيدة عندما استقل حافلة الفريق. عبر دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن أمل استعادة خدمة مهاجم المصاب أنطوان غريزمان في أقرب وقت. تعرض غريزمان لالتواء في الكاحل خلال الهزيمة أمام إنتر ميلان بهدف للا شيء في ذهاب دور 16 لدوري أبطال أوروبا. وتعاني قائمة الأتلتي من غيابات من أمثال خوسي ماريا خيمينيز وتوماس ليمر وماركوس باولو. ختم نشرة الأخبار، ونذكركم بأهم ما عرضنا. أمام محكمة العدل الدولية، مصر تتهم إسرائيل بتغيير الديموغرافيا الفلسطينية عبر بناء المستوطنات، وتؤكد أن السلوك الإسرائيلي جعل الحياة في غزة مستحيلة. غانس يؤكد استمرار العمليات الإسرائيلية في غزة خلال شهر رمضان ما لم يتم التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين. خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين، وزير خارجية البرازيل يقول إن الشلل الذي أصاب مجلس الأمن الدولي بشأن غزة أمر غير مقبول. دوما لمزيد من الأخبار والتقارير بإمكانكم متابعة موقعنا القاهرة نيوز دوت نت. شكرا لك أحمد، ودمتم في أمان الله. إلى اللقاء.